زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سانتي حابين نجاوبوا على سؤال. كل ما نمشيو لابن جزار نلقاو كلبانية اللي واقفة وقاعدة تخدم بشوية تخدم تقف تخدم، ولكن بدأت تتقدم والسؤال المطروح علاش البطء هذايا. سؤال حاولنا قدر المستطاع ان نلقاو على الاقل جزء من الإجابة وجزء من الحقيقة. إن شاء الله يجاوبنا عليها زميلنا بلال الدريدي في تحقيقه وحواره للسيد عزين عقرباوي مكلف البنائات بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. وشنو حكاية الانترنت اللي مقصوصة في ابن الجزار؟ هذا سيد السؤال اللي جاوبنا عليه في تحقيقنا لليوم. عزين عقرباوي مكلف البنائات بالإدارة الجهوية للصحة. في إطار بناء مشروع القسط الثاني من قسم الأطفال بمستشفى ابن الجزار، الأشغال المتواصلة فما بعض الإشكاليات تعرض لها المشروع، معناها اللي خلى بعض مرات الأشغال تتعطل، رجع المقاول يخدم. بالنسبة للشبكة العنكبوتية معناها في إطار معناها الأشغال الجارية بالواحد وقع حدث بسيط إن شاء الله، قاعدين الأشغال معناها جارية للإصلاح متاعها وإن شاء الله ترجع الأمور إلى مجراها. معناها هذا حاجة طبيعية اللي زاكسيدون هذوما يقعوا في أي حظيرة أو في أي مكان. معناها الكلفة نتاع المشروع مشروع المدعي 678 ألف دينار تقريبا. لا هذه تقديرات المرصودة للمشروع، إذا كان ثم حاجيات تتطلب معناها إضافتها أكيد مع المبلغ باش يزيد. المدة الأشغال والله يتجاوز خاطر وقعت إشكاليات وقعت فسخ العقد المرة الأولى وواحد طلب ثاني خاطر كان قسط وحيد اضطرينا معناها فسخه. هذه الأمور هذه عند الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والولاية، معناها السيد الولي هو المسؤول على المشاريع في الجهة. القسط الأولاني قلت لك وقع فسخ العقد مع المقاول الأول، تعودت معناها طلب العروض وتحت مقاول ثاني وهنا قاعدين نقدموا. هو ذاك اكثر حاجه اللي عطل المشروع هو فسخ العقد الاول مع المقاول الاول. في ظرف شهرين ان شاء الله يكون حاضر ان شاء الله. الجدار والله احنا قاعدين نسرع اكثر ما يمكن خاطر المستشفى معناها قعد مباح معناها للناس الكل. وقعت اشكال المقاول مرض بالكورونا ولا 15 يوم، اليوم استأنفوا على عين المكان تو قاعد يخدم. ان شاء الله معناها في اجل اقصاه معناها شهرين ان شاء الله يعني الاشغال معناها اسمه سور يتبنى ان شاء الله. الكلفه نتاعو هي حوالي 150 الف دينار. كان هذا تحقيقنا اليوم في زوم سانتي مع بلال الدريدي. زوم سانتي.